ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة كاظم أبو خلف المتحدث الرسمي باسم الأونروا بالضفة الغربية. في البداية أرحب بك، يعني إذن بالحديث عن النقص الشديد الذي تعاني منه الأونروا في عدد من ربما المؤن التي أو يعني المساعدات التي كانت تؤمنها للفلسطينيين، أيضا استهداف مراكز للأونروا كان من قبل جيش الاحتلال قد أثر على عمل المنظمة. كيف تعمل الآن المنظمة الأممية في ظل هذه الهدنة؟ مساء الخير. الحقيقة نحن في الأونروا نعمل يعني بظروف متحدية إلى حد بعيد. فقط مع دخول الهدنة حيز التنفيذ تمكنا من الوصول إلى مناطق لم يكن بالإمكان الوصول إليها قبل ذلك، وأنا أعني تحديدا منطقة مدينة غزة وإلى الشمال منها، يعني شمال قطاع غزة. وكلما يعني أوغلنا في شمال قطاع غزة كلما تكشفت أمام أعيننا حجم هذه المأساة التي يعني عاشها قطاع غزة عموما، ولكن شمال قطاع غزة خصوصا. بالكاد بدأنا بدفع بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، وزعنا في 4 مراكز على الأقل من مراكز الإيواء الخاصة بنا، وزعنا الدقيق والأطعمة الجاهزة للأكل وبعض المعلبات وخيم وبطانيات ومياه للشرب. ولكن هذه الحقيقة بالمقارنة بحجم الاحتياج يا سيدتي تعد نقطة في بحر. يعني بكل تأكيد الهدنة مرحب بها، وزيادة عدد الشاحنات التي تدخل من بعض الرفح بكل تأكيد مرحب بها، ولكن إزاء كل هذا الدمار الذي يعني شهدناه على مدار 50 يوم أو 48 يوم، هذه تبقى نقطة في بحر. وهذا يؤكد دعوتنا التي نستمر بإطلاقها إلى ضرورة رفع سقف المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. الحجم يجب أن يكون أكبر، دخولها يجب أن يكون أسرع مستمر وبدون أي إعاقة. نعم، طيب سيد كاظم، أنت قلت أن هذه الهدنة ربما أتاحت لكم التوغل أكثر في قطاع في شمالي القطاع، كما تكشفت لكم كما ذكرت أو كما وصفت الأمر حجم المأساة في شمالي القطاع. هذه المناطق التي قلت أنه كان يصعب الوصول إليها الآن وفي ظل هذه الهدنة، حينما وصلتم إلى هذه المناطق، يعني هل لا زال يوجد ربما ناجين من قصف جيش الاحتلال؟ ما زالوا ينتظرون في تلك المناطق، لم يغادروها؟ يعني حجم المأساة الإنسانية أيضا في المناطق التي ربما كان يصعب انتشار الجثامين والناجين منها، هل لديكم أي زيادات طرأت في هذه الأيام أيام الهدنة لأرقام وأعداد المصابين والشهداء؟ بالنسبة يا سيدتي لأرقام أعداد الضحايا ما بين من سقط وما بين من جرح، الحقيقة هذه مسألة توكل إلى السلطات في قطاع غزة. آخر تحديث كان لدينا هو أنهم يعني عدد الضحايا تجاوز تقريبا 15,000، وعدد آخر رقم لعدد الجرحى تقريبا. لأوضح هذه النقطة فقط سيد كاظم، وأنتم يعني مؤسسة مسؤولة أيضا عن يعني غوث اللاجئين الفلسطينيين، ما أتحدث عنه، هل في رأيك يعني وبتوغلكم في مناطق قطاع شمالي غزة، هل من الممكن أن تزيد أعداد الضحايا والشهداء الرسمية أو التي في التعداد الرسمي بالنظر ربما لتلك المناطق التي لم يكن من السهل الوصول إليها، وبالتالي لم يتم يعني إيجاد حصيلة لتلك المناطق سواء للناجين فيها أو للشهداء؟ هذا كلام دقيق وصحيح. علينا أن نتذكر أنه نحن منذ البداية قالت بعض المصادر أنه حتى عدد المفقودين يعني يتجاوز 6,000، ونعتقد أن المعظم منهم هو موجود تحت الردم، وقد بدأنا بالفعل منذ اليوم الأول للهدنة نرى ارتفاعا في عدد الضحايا وعدد الجرحى. هذا إذا كانوا من أصحاب الحظ وتمكن يعني ما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشالهم. الوضع نعم هو مرشح للازدياد، بل أننا نخشى أنه حتى رقم من سقط من زملائنا وهو حتى الآن 108 هو أيضا مرشح للازدياد، وهذا مؤشر على وحشية هذا الدمار الذي حصل في قطاع غزة منذ 7 من الشهر الماضي. الحقيقة أن المأساة هي أكبر من أن توصف على ما يفيد زملائي على الأرض.